مرحبا، كيف حالكم يا احسن ناس في الدنيا كلها؟ اليوم رجعنا لكم بالفلوق السادس والفيديو الثاني من تعرف الاردن. اليوم الفيديو تاعنا زي ما انتم شايفين راح يكون في منطقه كثير 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 جميله، فالحقوني عشان نوريكم شو هاي المنطقه الجميله. كنا طلعنا وبنطلع قاعدين، والله ما عارف اسمحنا نطلع بس هي الدنيا كلها درج، لازم نطلع الدرج هذا عشان نفرجيكم وين نروح. هسه نبدا هيك يا صغيري، يا رب يا الله ختيرنا واحنا شباب نطلع. عرفت المنطقه ولا لسه؟ المنطقه مطله وموجوده في عمان، عرفتوها؟ هسه نعرفها، ما راح افرجيكم اياها. والله اكثر طولين، نطلع طلعوا لي على هالمطل وسط البلد تحتينا، وهي هناك الدوار الثالث، وهي ابراج العبدلي، وهي برضو العمارة مرة ثانية تاعت نتخيل الأنهار تحترق في البعيد. ما أجملك يا عمان، عن جد ما أجملك يا أخي. قد ما تلف وقد ما تدور زي عمان ما بتلاقي، عن جد يا زلمة والله العظيم احنا بنعمة جميلة جدا. عمان يا زلمة هيك جمال جمال. سعد رب عمان. قبل ما نكمل خلينا نفوت نروق نشرب لنا كاسة قهوة سادة عشان نصحصح، عشان نعرف نشرح لكم وين رايحين ان شاء الله. لازم الواحد يشرب له ايش كاسة قهوة على الرمل، طعم ثاني عن جد، ايش كثير خرافي. وهسه بعد ما اشترينا القهوة نقدر ايش يا عبد نكمل جولتنا، صح؟ جولتنا على اتمم وجه. وين رايحين؟ رايحين على جبل المزعجك. احنا الان زي ما حكيت لكم في جبل القلعة. جبل القلعة هو احدى جبال عمان السبعة، والذي اتخذه العمونيون منذ القدم مقرا لحكمهم في المدينة، تمام؟ فاحنا في جبل من سبعة الجبال الموجودات في عمان، وهي جبل القلعة يا جماعة. جبل القلعة، خلينا نفوت مع بعض جوا. تذكر للأردني والعربي ربع دينار وللأجنبي ثلاثة دنانير. أول ما تدخلوا من جبل القلعة راح تلاقوا هذول الأعمدة مكتوب هون ربة عمون، هون فيلادلفيا أسماء عمان قديما، وهي هون عمان، وهون مكتوب القلعة. هاي هي جبل القلعة. بدنا نروح هناك هسا على المطل اللي بيطل على جبل الجوفي وبيطل على المدرج الروماني. وهي هون يا أعزائي هذا المدرج الروماني، ومن تحت دبي الهوا تحت الشارع الروماني شارع الأعمدة، وفي هون المسرح الصغير الأوديون اذكوه هناك، وجبل الجوفي والأشرفية كلياتها قبالنا، وهذا هو مطل القلعة. هذو خريطة توضيحية هون مكتوب ايش الأماكن اللي تقدر تشوفها من هذا المكان، وكل رقم يعني مثلا عندك هون رقم 18 تقرأ تحت مكتوب معبد هرقل، وكذلك الأمر مكتوب توضيح ارقام لكل مكان بتقدر تشوفه من هون، وهون مكتوب تفاصيل عنه اكثر. خايف اضل ارجع زي هيك اوقع زي ما وقعت الوقعه هذيك. هيك خلصنا يا شباب المكان، هاي المطل زي ما انتم شايفين، طلعوا المطل ما احلى. طبعا السياح الاجانب بكيف على المناطق الاثريه الاردنيه اللي زي هيك، انها لها تاريخ. المطل محلاه من هون. معبد هرقل، كرس هذا المعبد لمعبود روماني هام ربما يكون الإله بنظرهم البطل هرقل، ومما دعم هذه المعلومة هو اكتشاف ذراع ويد ضخمين لتمثال من الرخام بالقرب من المعبد هذا، حيث عرف هرقل والذي أنجبه كبير الآلهة زيوس من امرأة تدعى ألكمن بقوته الجسمانية الخارقة. هذا يا جماعة برج مراقبة عسكري شيده الأيوبيين، الأيوبيون. الأيوبيون طبعا برعوا في العمارة العسكرية. الله كاين هاي حرب ميمعة مولعة في عمان يا اخوان، كاين ميمعة ميمعة زمان، كله بصيد بكله. نفوت هسه مع بعض على متحف الآثار الأردني اللي هو هسه وراي عشان نشوف الآثار الموجودة في هذا المتحف. طبعا برضه هذا المتحف يعتبر تقريبا أول متحف عام أقيم في الأردن، برضه هاي معلومة كثير حلوة. هاي دروع حديدية من العصر الأيوبي،
هاي العملات. في هون أوعية فخارية، أبريق فخارية. هاي برضو هون نفس الشيء. هاي مجموعة من الزبادي والصحون كانوا يأكلوا فيها ويشربوا فيها. وهي هون سبطانة مدفع نحاسية. هاي سبطانة مدفع نحاسية من العصر الإسلامي المملوكي 1501 ميلادي. في هون برضو توابيت الفخارية، الفخارية ذات الأشكال الآدمية زي شكل بني آدم. طلع بنين وهون دولة زوج من الأقراط الذهبية مزخرفة بحبات اللؤلؤ العصر الإسلامي. هذول كلهم خواتم ذهبية مطعمة بالحجر الكريم عين الهر. وهذا اللي فوق كأس الذهب الخفيف. هاي كالتفة مدفونة في جرة كان مرعبة. مع هذا أقدم نصب عبده الإنسان وجد في أريحة. هذا كان بالعصر الحجري الحديث ما قبل الفخار. مسلة ميشع. وهي برضه هنا شوية شغلات برضه شوية أثر. هاي الأرضية الجيرية الملونة في موقع خريسان الأثري. نشاط اللمبات التجاري والصناعي والاقتصادي. هيك بنكون خلصنا جولتنا في المتحف. في كثير شغلات بس اللي بتصور لكم اياهن بدهم تقريبا وقت كثير كبير. مع هذا تمثال روماني ضخم كانت هاي الاذرع زي ما انتم شايفين. هاي الايد مثلا كانت تشكل جزء من تمثال ضخم وقد وجدت بالقرب من معبد هرقل. في طلب يحكي لك وجدت بالقرب من معبد هرقل وقدر بعض الباحثين بأن هذا التمثال هذا التمثال الرخامي كان ينتصب بارتفاع 13 مترا مما يجعله واحدة من أضخم التماثيل التي عرفت في العصر اليوناني والروماني. كهف من العصر البرونزي بجانب معبد هرقل كان فرن لإعداد الجير. هذا هو زي الزرب اللي بنعمله. هذا فرن كان بالنسبة لهم. هذه الكنيسة البيزنطية. هذا يا جماعة زي ما انتم شايفين هذا القصر الأموي، واللي قبالكم هاي البوابة، بوابة المدخل الرئيسي للقصر الأموي. وهنا كان يتم التأكد من هوية الزائر الذي كان يجلس منتظرا لحين السماح له بالدخول وإعلان مجيئه للوالي. هنا كان يستنى، كانوا يستنوا عبما ينادوا عليهم عشان يفوتوا يشوفوا الوالي. وهنا أبراج العبد اللي كانوا إيش كانوا يشتغلوا دوام من الساعة 8 الصبح للساعة 8 المساء، وهذول بستنوا في الوالي قاعدين. عبد الرحمن الخطايبي فوت الوالي بده إياك. هيك كانوا يعملوا بالضبط. هنا يا جماعة كانوا ينادوا يكونوا قاعدين هناك وكان ينادوا عليهم عشان إيش يتأكدوا منهم عشان يشوفوا الوالي. لحقوني يا والي. هيو من جوا القصر الأموي من جوا. هاي القبة الخشبية. طب وين كان يقعد الوالي؟
يمكن هون كان يقعد. والعلم عند الله طبعا. هاي القصر الأموي وهي الساحة تاعته. الجهة الثانية طبعا هاي وحدة سكنية، طبعا كانت القلعة في العصر الأموي تشمل العديد من الوحدات السكنية زي هاي، خصوصا معظمها لموظفي الجهاز الإداري. هذا يا جماعة هذا شارع الأعمدة، وهذا الشارع المبلط كان محورا يمتد من البوابة الكبرى إلى القصر تحيطه الأعمدة، أقيم عند بدايته ونهايته بوابة للتحكم بدخول الزائرين، وعلى جانبي الشارع كانت توجد مداخل تؤدي إلى وحدات سكنية، يعني هناك في مدخل سكني وهناك في مدخل سكني. ترى شعور لله سفاح يعني هيك، بس أنت تكون ماشي وأنت يعني بتتخيل قاعد عظمة هذا المكان كيف كان في الماضي. يعني طبعا احنا بنحترم الماضي طبعا، لانه ما له ماضي ما له حاضر، فانتوا تخيلوا هيك كيف كان هذا المكان، جدا عظيم جدا كان المكان عظيم. ناس مسيطره هون، جيش موجود، قصر اموي، زائرين طالعين زائرين داخلين، يعني اشي عظيم عن جد. الواحد هيك بس يحس في الاشي هذا وهو ماشي بحس في عظم يا اخي، بحس في رونق اخر عن جد. قاعد الاستقبال وغرفه العرش هاي، هاي كانت قاعة الاستقبال. هيك بنكون وصلنا يا جماعة على نهاية الفلوق السابع، وبرضه الفيديو الثاني من سلسلة بتعرف الأردن. كنا اليوم في جبل القلعة، إن شاء الله يكون الفلوق أو الفيديو عجبكم بشكل عام. بتمنى طبعا ما تقصروا معانا، تعملوا اشتراك إذا مش عاملين، وتفعلوا جرس التنبيهات، تعملوا لايك وكومنت وتعملوا شير لأصحابكم.